aby asymilować. والرهانات المقبله هي اكبر من هذا الشيء اللي ذكرنا، ولكن كان ضروري يمدوز من هذا المخاطر. اذا الرهانات اللي عندنا الان هو التمثيليه ديال الحرفيين على المستوى التغطيه الصحيه، الملف اللي خرج في الشهاده الرسميه مؤخرا ديال التغطيه الصحيه الاجباريه. راه كلهم حنا دابا الكونتاكت لي بون كاملين جاو عندنا، تيقول لك راه بغينا نجلسوا مع الصناعيه، بغينا نجلسوا مع الحرفيين، وجدوا لنا شي ارضيه نجلسوا معاهم. كان جا عندنا البنك الشعبي، جا عندنا التجاري وفابونك باش يشرحوا لنا المنتوجات ديالهم، وكانوا قال لك راه غيديروا واحد نسبه فائده ديال هي 2%، وان القرض يقدر يوصل حتى ل 120 مليون ديال السنتيم، زائد كاينه واحد عاوتاني واحد 5 مليون كتعطى افوار وكتردها حتى 5 سنين من ورا القرض، هذا كتردها وبدون سجل. سي سي جي اللي كاين صندوق الضمان المركزي هو اللي عمل واخلاص وكذلك الاجتهاد، وكل لقاءات اللي حضرتها الا وكانت لقاءات ناجحه ولقاءات نموذجيه اللي ربما تعطي واحد القيمه مضافه للقطاع ديال الصناعه التقليديه، لان قطاع الصناعه التقليديه انا شخصيا ولو ان البعض كيصنف الانتاجيه في شيء والخدمات في شيء اخر، ولكن انا كنشوف بان جوالا رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق، انا جيت سعيد بالتواجد ديالي في هذا المركز ديال حمايه الطفوله، اللي واحد المركز عنده واحد الطابع اجتماعي محض. وبهذه المناسبه كنشكر اتحاد الحلقه ديال جهه الشرق اللي كان عندها اليوم واحد الاجتماع مهم كيهم القطاع ديال الحلقه. بالموازاه كانت هناك واحد زياره تفقديه لهذا المركز، الهدف منها هو عقد اتفاقيه شراكه مع هذا المركز، لانه كما كتعرفوا هناك عده اطفال هنا في هذه الرعايه، وهذا الاتحاد ديال الحلاقه كيقدم لهم واحد الخدمات اجتماعيه، وهذا الشيء معهود في الناس ديال المغاربه ككل، وخاصه جهه الشرق معروفه بالتكافل والتضامن ديالها. ما فيما يخص المحطه ديال او الاجتماع اللي كان عندنا من قبل ديال الاتحاد، كانت كيتركز على البرنامج السنوي ديالهم، وكذلك الانخراط في المبادره الملكيه تاع دعم المقاولات. والحمد لله كانت هناك عده عروض في هذا المجال، وكانت عده تساؤلات، والحمد لله كانت هناك اجابات. كان الحضور كذلك ديال السيد رئيس الجامعه ديال الحلقه ديال المستوى الوطني، اللي حتى هو قدم عده معطيات في هذا المجال. وباختصار كان الاجتماع ناجح، وعرف واحد النقاش اللي كان جد ايجابي، واتخذت عده توصيات اللي ان شاء الله حتى غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق غادي تنخرط معهم في هذه العمليه، لانه كل شيء كيصب واحد التوجه خدمه الصالح العام. السلام عليكم، معك جواري مصطفى، رئيس الجامعه الوطنيه للحلقه بالمغرب، نائب رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلا القنيطره. اليوم احنا متواجدين في الضيافه ديال الجمعيه الجهويه ديال الجهه الشرقيه، تنبغي نشكرهم بهذا المنبر على حسن الضيافه. اجتماع اللي داز في المستوى العالي، نقاش اللي كان يعني رائع. المواضيع اللي تناولناها هي جد مهمة، هو المسار ديال الجامعة الوطنية وكذلك الأنشطة والبرامج ديالها والدور ديالها في إطار يعني التواصل ديالها مع الجمعية ديال الجهة الشرقية، الجمعية الجهوية اللي منظمة، وتبارك الله عليهم إخوان كانوا حاضرين بواحد القوة ديال الجهة كاملين، اللي أزرهم السيد رئيس ديال غرفة جهة شرقية كذلك سي بوجوالة، نوجهوا ليه الشكر من هذا المنبر. المواضيع اللي ذكرنا عليها بطبيعة الحال، كاين موضوع الساعة اللي هو موضوع ديال دعم ديال المقاولات، اللي
اللي عطى الانطلاقه ديالو جلاله الملك. نقاش كان مثمر حول المحاور ديالو التمويل اللي بطبيعه الحال نسبه الفائده ديالو هي جد جد مشجعه، كذلك المهرجانات والتكاوين وخصوصا التكاوين. الخطاب الاخير ديال جلاله الملك كان تركز على التكاوين، اذا الجمعيه الدور ديالها غتوفر هذا المسار هذا ديال التكوين في اطار اتفاقيه شراكه اللي تجمعنا مع الاتحاد العربي لكبار المزينين، اللي ان شاء الله غادي يكون لنا لقاء ثاني هنايا اللي غيكون حافل فيه مجموعه من البرامج ديال التكوين في اطار الحلقه والجميل. شكرا. النهار هذه يجي الاجتماع اتحاد جمعيه الحلقه والجميل جهه الشرق، من بين الاجتماعات يتق الاتحاد، يحظى هذا السيد رئيس غرفه صناعه التقنيه جهه الشرق، والسيد رئيس الجامعه الوطنيه للحلقه بالمغرب، والسيد المدير الاقليمي للصناعه التقليديه نهضه الدروش، وجميع اعضاء الاتحاد الجهه الشرقيه كمرن. الاجتماعية مشنغ من بين الاجتماعات يتق اختصار كل سكواس يتقيث الاتحاد، وغادي يسجل مجموعة النقاط الاتحادية الاجتماعية، ومن بين النقاط وهو نحاول أن تكوين لإعادة تكوين الأعضاء الاتحاد ذي حفاف مارا الجهة الشرقية ذي حفافين لمجموعة مسائل تمانت الحلقة رجال الوجه أغنبوب. ثانيا تغذى يسجن المبادرات تغي يستور خاص سيدنا نصره الله مؤخرا التمويل المقاولين المشاريع الصغرى. نحاول رنشين أنا في ذي الإطارة يوانيتتي باش نحاول نحفف النغور إني نستفدن ذي من غد المشاريع باش تستفدن زي 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 المشاريع ياتينا. النقطة نظني نحاول نفكا باش اتفقنا حنق يجن اتفاقية شراكة اك مركز حماية وفضي النظار بالمناسبة انقدين يجن تكوي يجن تكريم الاوتور سيد المدير المركز الحماية الطفولة بالمناسبة يذا وجبة غداء كذلك على شرف يحرمني مزيانا حماية الطفولة ذا المؤطرين ذا الوفد ديوسين غانغ. كذلك نقا نهار جنت كريم يجو حفاف ذا قديم ديال النظوار قناة السي حسن شوراق من بين أقدم الحلاقين، وانت انت تغاث من بين المؤسسين الجمعية الحلاقة ديال النظوار مزوا نشين نتعتبر ذي محضان الناس السي حسن شوراق نقا سي جنت كريم يا لي قزايس. إذنينا من بين النقاط ندرس زائد يجي النقطة ندرسيتك رئيس الجامعة الوطنية للحلاقة بالمغرب فيما يخص يجي الشركة ذي دار البيضاء شركة باب نزلة لبنانية يغاس بعض المواد التجميل نازو أتفذ شركة يثا قناة الشركة العربية لمزينين شركة اتحاد المزينين العرب شركة يثاني تتي نازو أتف أتكون بعض الحلاقين جهة شرقية أنحاول جميعا تقاكي سجن الشركة باش نشين أنذف باش هذا تكون يحفف النغ ذي بعض المواد يديوسين جديد ذي 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 شعار ذو غنبو إنا بين بين النقاط نحاول ندرسي ثنت نهار هذه الاجتماعية و الاتحاد جمعيات الحلاقة والجميل جهة الشرق وتشكا مرة المنبر نهضر سيتي ولا سي سيد لعب وسي يحضان يغطى الحدث إذا تتي ومرة يني يحضان زي جهة شرقية رؤساء الجمعيات زي جرادة زي قارسيف زي أحفيل زي بركان زي وجدة زي توريرت إنا مرة حضانا كين غداني تتي الهم من السن وهو أنه الحلقة أتي 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 ريكيشن المستوى يمغى استقنيات حديثة أساليب جديدة تهنا مرة لحفاف الجهة الشرقية خل عمل تقوم باش الاتحاد هذه في المسار الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.